حضرتك مرة بتدعيني ومرة بتخليوني فتشوني. لما بوثق بالشخص مرة ما بيفتشو إلكار. الشيء المهم الوثوق بالشخص لمرة. قول عم اسمعك. إلكار انت انقطعت اذنك بسببي انا. انت ما دخلك بالموضوع بنوب. ليش؟ مو انت اللي سرقت مصاري من خضر؟ هالشي مثل وجودي هون من اسرار مهنتي الخاصة. يعني شو الفرق اذا انت قبالي او حدا تاني غيرك؟ طيب ليش لساتك عم تشتغل بالسر؟ لانه عندك اذن تانية إلكار. هذا انا عندي إلك عرض بيشبهك. خضر وجماعتهم بارح عملوا شي مو معقول لحتى ينقذوا حالهم. سمعت استولوا على بضاعته لفيكتور. برأيي بتعرف وين مكان الأسلحة. ما بعرف. بس خلينا نقول إني عرفت. رح أعطيك مصاري. بتقلن إنك لقيت شرة للأسلحة برقم كبير كتير. تاخد الأسلحة وبتجيبون لعندي. تيبي وأحمد مهتمين فيهم كمان. وهن رح يتحروا لمين ببيع وبقديش ببيع. وهذا الشي بالضبط بيعتمد على موهبتك أنت والمصاري. مني وأنا موافق على هالشي حتى لو بخمس أضعاف اللي بتاخده. إذا عرفوا أني اشتريتها مشانك أنت أكيد رح يخلصوا علي. أنت عمل اللي طلبته وهن ما رح يعيشوا ليقتلوك. عشرة. لا تبالغ إلكار. هذا أنا. بالشحنة اللي رح تحمل السلاح خذ حصتك وامشي. لا أنت شفتني هون ولا أنا شفتك. عمي طلع. ايه منيح. تعبوا مراقبته. اتصل فيني دغري. اختارني شريك بالخيانة. يا أهلين إلكار. أنت فاضي يا ريس؟ قلي الشي اللي بدي قلك يا مهم. ضروري شوفك والأحسن يكونوا باقي الشباب. بدك اجتماع يا إلكار؟ ايه ريس. وليش ما اتصلت بأوزار؟ الحديث مو تبع سهرة وأكل وشمع وشمعدان أبداً. شي طارق
تمام. طيب رايح على المشتل ومن هنيك بخبر الباقيين، لا تطول. تمام يا ريس. هذا أنا.